آه عبد الهادي بشجاع بن خضير آه طبعا انقطع العام الماضي والعام اللي قبله نسخه الاولى شارك آه في مئة الشقح آه هذا العام اعلن عن آه المشاركه آه كان للبرنامج لقاء خاص معه آه ابو شجاع نبي تصرح لنا عن مشاركتك هذا الموسم وش مش بتصير مشاركتك وش في اهلي بتشارك فيها في الشقح ال50 ان شاء الله مع الرجال جيت الله وحنا معززين والباقي على الله ومجتهدين وكل مجتهد له نصيب والله انا حزز لكن انا ماني بفصح بالشراء ماني عادتي ماني بفصح لا شريت خوفا من بعض الناس يقولون انا مجامله ومبالغه انا اخاف من الشيء هذا فاحسن احنا نستعمل الصمت والله انا رسالتي اقول لهم انا مستعد لكم بكل خير بجميع شيء يرفع راسي وراسكم وانا ان شاء الله مجتهد وان شاء الله مجتهد وافرح بحضوركم معي وهذا ندى ندى لجميع جمهور الشقح اللي مع بن شجاع انهم يحضروا معنا ولا نستغني من حضرتهم نبيهم يحضروا معنا وان شاء الله نرفع رؤوسهم ان شاء الله باذن الله. ساتي الى الشيخ ابن حثلين نقول الله يطول في عمره ويبارك فيه وعلومه كلها طيبه وسيرته طيبه ويمشي في اللي يصلح اهل البل. وبين وبين منه وعرفنا الشيء نيته طيبه والله يعطي على نيته، نيته طيبته والله يوفقه لكن انا لي طلب في هذا اللقاء المبارك من الشيخ ابن حثلين انه يرجع المياه حقت الشقح والحمر اذا كان ممكن كلمه اخيره الله يوفق الجميع ويحفظنا ويحفظ حكومتنا ويحفظنا في بلدنا ويكفينا الشر الاشرار و وجعل من, من نوالب شر اللهم يجعل يرجع شره عليه وحكومتنا الله يعطيهم الصحة والعافية وطولتهم في العمر ويبارك فيهم